في لفتة إنسانية تعكس قيم المحبة والعطاء، رعى سمو الأمير رعد بن زيد الحفل التكريمي الذي أقامته جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني لذوي المتبرعين بالقرنيات، وأكد مدير بنك العيون الدكتور معاوي البدور خلال كلمته بالحفل الذي شهد حضوراً رسمياً من وزراء الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية أهمية نشر ثقافة التبرع بالقرنيات والدور الجمعية في مساعدة فاقدي البصر على استعادة الرؤية وتحسين جودة حياتهم. واستعرض البدور مسيرة التبرع بالقرنيات في المملكة منذ عام 1992، حيث تم إجراء زراعة 5130 قرنية من متبرعين أردنيين. وفي سياق ديني، أكد رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل الحداد أن التبرع بالقرنيات تصرف إنساني يحث عليه الدين المسيحي، موضحا أن الأديان السماوية تتفق على أهمية هذا العمل الإنساني، فيما أكد مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن التبرع بالقرنيات مباح شرعا، واصفا إياه بأنه عمل خيري يحافظ على النفس ويمنح الأمل. وفي ختام الحفل قام الأمير رعد بتسليم الشهادات والدروع التقديرية لذوي المتبرعين وعدد من الجهات الداعمة. يعلمون الكتاب المقدس: مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم فهي لله. هذا الجسد لا نمتلكه نحن، بل هو للخالق، هو الذي صنعه، هو الذي يمتلكه، وهو سبحانه الذي يستحق التمجيد. أقول وللأهل الكرام الذين تبرعوا، أقول لهم وللإخوة الذين استفادوا من هذا التبرع: هذا هو التكافل، وهكذا نحن فعلا أردنيون نؤمن بالسماء وبالوطن وبكرامة الوطن وكرامة إنسانه. وامتداد اليد لتساعد محتاجا وفعل محبة، إنه صدقة، بها نكون إلى الله وإلى السماء أقرب.